حول الانطلاق فتحت البوابات وانطلقت الجيال الافراس المنتجه محليا عمره 4 و5 سنوات الخيل التي لم تربح في شوطنا الثالث على مسافه 1800 متر في تنافس مثير للخروج من هذه الفئه فئه الخيل التي لم تربح على جائزه ماجد بن مرعيد السبيعي رحمه الله احد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلاله المغفور له باذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. واشاهد الثمام الان في المقدمه مع محاولات اشاهدها الان للدخول والتنافس وال أيضا المنافسة الشرسة من البداية بين الأفراس المنتجة محليا للخروج من هذه الفئة فئة الخيل التي لم تربح. التنافس المثير وشاهد أيضا المحاولات تأتي من الخارج الآن في محاولة لأساطير للدخول على الخط، محاولات تأتي أيضا من كوثر الآن من الداخل للمحاولات وشاهدها في هذه اللحظات لدرجات الآن للخط في المركز الثاني في هذه اللحظة. الدخول يأتي من 4 أثمامة في هذه اللحظات، أثمامة للإسطبل الأحمر تتنافس بشكل جدي مع أساطير الآن من الخارج. العيساوية المرشحة الأقوى للفوز في هذا الشوط من الداخل الآن، العيساوية تحاول، أثمامة تحاول، كذلك أساطير تحاول الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات. الخط المستقيم، الإسطبل الأحمر يضرب في هذه اللحظات عن طريق ثمامة بقيادة مهدي الحبيل. العيساوية تحاول من الداخل ومن الخارج، أساطير تحاول أيضا، والثمامة في المقدمة، محاولات لإيجاد الطريق الآن والتسلل في هذه اللحظات للعيساوية. العيساوية تأتي، ثمامة العيساوية، العيساوية، ثمامة العيساوية، ويبدو بأن ثمامة هي صاحبة المركز الأول. الفيصل ومن الزملاء حكام الوصول عند كاميرا خط النهاية في هذه اللحظات الحاسمة.